الدكتور جاسر عودة ومحاضرة حول مقاصد الشريعة الإسلامية، فليتفضل مشكورا. يا شباب فور شباب فور شباب فور شباب. الحقيقة تكوين المثقف المعاصر موضوع مهم جدا، وخاصة لشباب هذه الأمة. نحن نحتاج إلى الثقافة، وقضية الثقافة قضية معقدة وكبيرة، ولكننا نحتاج إلى الكثير لتكوين المثقف المعاصر. والثقافة هي مزيج من العلم والخلق، ومزيج من المعلومات والآداب والحركات والمواقف والعادات، ولا تتعلق فقط بقضايا معلوماتية وقضايا نحفظها، وإنما المثقف هو شخصية يمكن أن يحدث التغيير في نفسه وفي أسرته وفي المجتمع ولهذه الأمة. نحن في هذه المرحلة من التاريخ في نقطة من نقاط الأزمة في أمتنا الإسلامية، ولن نستطيع أن نتجاوز هذه الأزمات قبل أن نكون المثقف المعاصر، نكونه من شباب هذه الأمة ومن رجالها ونسائها، لأن هذا المثقف المعاصر هو الذي عنده من العلم ومن الخلق ومن الأدب ما يسمح له بأن يغير الحال وأن نعكس المسار الذي تسير فيه هذه الأمة إلى مسار هو أقرب إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، وأقرب إلى النهضة الحضارية المنشودة. الثقافة من أهم آليات التغيير، ومقاصد الشريعة عندي من أهم آليات الثقافة ومن أهم مكونات الثقافة. ليست فقط الثقافة بمعناها الشرعي الذي يتمثل في الفقه والأصول والمقاربات المنهجية لعلوم الشريعة، وإنما الثقافة بمعناها العام، بمعنى طريقة التفكير في الأمور. وبالتالي مقاربة اليوم قد تتعلق ببعض القضايا الفقهية والإشكالات التي يطرحها الشباب في علاقة الشريعة بالسياسة وعلاقة الشريعة بواقعنا المعاصر في جوانب شتى، ولكنها أيضاً مقاربة ستتعامل مع طريقة التفكير أساساً، وستتخذ من مقاصد الشريعة منهجاً للتفكير، كيف نفكر في الواقع وكيف يكون عندنا هذا التفكير المقاصدي. في رأيي هو من أهم الآليات للتجديد المنشود الذي طال انتظاره في الفقه الإسلامي وفي الفكر الإسلامي، ومن أهم آليات التعامل مع الواقع ومع علوم العصر وعلوم الحياة، ومن أهم آليات الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ومن أهم آليات الحوار بين المسلمين وبعضهم وبين المسلمين وغيرهم، ومن أهم آليات التغيير والتصحيح والتجسير بين متناقضات نشعر بها في واقعنا وتسبب أزمات نفسية فردية وأسرية واجتماعية، متناقضات بين الماضي والحاضر وبين الأصالة والمعاصرة وبين الثوابت والمتغيرات وبين الشرق والغرب وبين الثقافات واللغات والمشارب الإسلامية منها وغير الإسلامية. المقاصد الشرعية تعطي أرضية مشتركة للتكامل بين التناقضات التي نعيشها في عصرنا، والتي يمكن بناء عليها أن نبني مثقفا معاصرا يفكر بطريقة مختلفة. عندي من النقاط 10، وأريد أن أغطي إن شاء الله هذه النقاط 10 في قضية التفكير تأثراً بمقاصد الشريعة.
يمكن أن أعطي مقدمة كما أدرسها في المعاهد الأكاديمية والجامعات والدورات الشرعية عن المقاصد من التقسيمات المعهودة من ضرورات وحاجيات وتحسينات، والضرورات تتعلق بحفظ الدين والنفس والمال والعقل والعرض، والحاجيات والحاجة إذا عمت نزلت منزلة الضرورة، والتحسينيات ومقاصد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في إمامته ومقاصد القضاء ومقاصد كذا، وأدخل في مقاصد الأبواب ومقاصد الجهاد ومقاصد البيوع ومقاصد القضاء وغيرها من أبواب الفقه، وندخل في المقاصد بمعنى الاعتبار للسنن الإلهية فندخل في هذا، ثم ندخل في المقاصد كمدرسة فكرية إسلامية كيف تتعامل مع الحداثة وكيف تتعامل مع ما بعد الحداثة. يمكن أن نبسط الموضوع بسطاً أكاديمياً يعتمد على التصنيف للمدارس الإسلامية والمذاهب وطرق التعامل معها، ولكنني اخترت في تكوين المثقف المعاصر أن أقارب الموضوع من ناحية طريقة التفكير، كيف يفكر المثقف المعاصر متأثراً ومتعلماً ومتتلمذاً على مقاصد الشريعة الإسلامية. النقطة الأولى تتعلق بسؤال، سؤال سأله أخي في المحاضرة السابقة، ونريد أن نوسع دوائر هذا السؤال. سؤال لماذا؟ المقاصد هي الإجابة عن سؤال لماذا في كليات الشريعة وفي تفاصيلها وفي كليات الحياة ودقائقها. لماذا؟ لماذا الشريعة؟ الإجابة هي مقاصد الشريعة لتحقيق الضرورات والحاجيات والتحسينيات، لحفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض، للعدل والرحمة والمصلحة والحكمة، لكل هذه المعاني والأخلاق والآداب. لماذا الشريعة؟ ثم نسأل لماذا هذا الحكم أو ذاك؟ لماذا هذه القاعدة أو تلك؟ إجابة لماذا هذه في الشريعة، والشريعة هي المكون الرئيس في هوية هذه الأمة، المكون الأعمق في هويتك أنت كمسلم كعضو في هذه الأمة. الشريعة تعلمنا أن نسأل لماذا، والله تعالى في كتابه الكريم دائما ما يذيل الكلام عن الأحكام بلماذا الأحكام. يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالتقوى هي لماذا للصوم. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. هذه لماذا في تحريم الخمر والميسر. وهكذا كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، البشارة والنذارة. هذه لماذا في إرسال الأنبياء. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. لماذا الحديد؟ للبأس. قضية لماذا هذه مهمة جدا في تجاوز الوسائل إلى الغايات وتجاوز المتغيرات إلى الثوابت، حتى يمكن أن يكون المثقف المعاصر مثقفا واعيا. إذا قلت لماذا وظيفتي، تجاوزت الوظيفة كوسيلة إلى الهدف من الوظيفة. ما هو هدفي؟ المال مثلا، هل يمكن أن أجمع المال بطريقة أفضل؟ ما هو هدفي؟ هل هو فقط المال؟ أريد أن أستهدف من وظيفتي أشياء هي أعلى من قضية المال، لأن المال هو مجرد وسيلة. ماذا أستهدف؟ أستهدف خدمة المجتمع. طيب، خدمة المجتمع هل يمكن أن أحققها بوسيلة أفضل، بوظيفة أخرى، بعمل داخل الوظيفة أتقنه حتى يحقق هذا الهدف؟ لماذا المؤسسة؟ أنا أنتمي إلى مؤسسة أو جماعة أو معهد أو أتطوع في شيء أو لي لون سياسي معين، لماذا أخذ هذا اللون؟ ولماذا أنتمي إلى هذه الجماعة؟ ولماذا أشتغل في هذه المؤسسة؟ وهذا مهم حتى إذا حددت هدفي من انتمائي لهذه المؤسسة ومن عملي فيها، كانت المؤسسة هي وسيلة وليست غاية.
وكان التغيير في عمل المؤسسة تغيير مشروع ومنطقي. لا يمكن أن تكون الإجابة عن سؤال لماذا هكذا الأمور، وإنما ينبغي أن تكون هناك إجابة عن كل سؤال لماذا. وهذه هي طبيعة الإسلام وعقلانية الإسلام وحكمة الإسلام. يسأل الأطفال أحياناً لماذا كثيراً، أولادي حين كانوا صغاراً كانوا يسألون لماذا دائماً، لماذا وقفنا أمام إشارة المرور؟ يمكن أن أقول والله الإشارة حمراء فنقف خلاص، يعني طيب لماذا، لماذا الأحمر ولماذا وقفنا؟ يمكن أن تكون الإجابة هكذا الأمور، اسكت لا تزعجني، هي حمراء، حمراء تقف خلاص. هذه الإجابة تربي عقلية لا تحاول أن تصل إلى الحكمة من الأمور وما وراء العلامة الظاهرة التي تسمى في الفقه العلة. العلة هي إشارة المرور، يعني العلامة الظاهرة، الوصف الظاهر المنضبط. لا أريد أن أدخل في مصطلحات فقهية، لكن قضية الإشارة هذه، طيب لماذا؟ والله لأني إذا تجاوزت الخط ودخلنا في الأحمر يأتي الشرطي فأخذ أموالنا ويعطينا هذه المخالفة. طيب لماذا؟ لأن هناك قانون والقانون يحتم هذا. طيب لماذا القانون؟ سؤال لماذا؟ حتى يعني لسلامة الناس، حتى إذا مر إنسان لا نتجاوز الإشارة فنجرح الإنسان أو يصاب الإنسان. طيب لماذا لا نصيب الإنسان؟ نحن في أمان، نحن في السيارة، لماذا لا نصيب؟ يعني لي ابنة سألتني هذا السؤال بالتحديد، لماذا لا نصيب الناس ولا يصيبوننا؟ قلت لأننا سواء، لا نصيب الناس في الشارع وقد أكون أنا الذي أعبر الطريق غدا أو أنت تعبرين الطريق. طيب لماذا السواسية بين الناس؟ يعني لماذا لا نكون نحن أفضل فنصيبهم ولا يصيبونا؟ قلت لأن هناك مفهوم اسمه العدل. العدل هو أن يتساوى الناس في الحقوق وفي الحرمات، فلا يمكن أن نصيب الناس. طيب لماذا العدل؟ والله العدل هذا سؤال صعب، يعني تحدث عنه الفلاسفة. على أي حال، لماذا العدل عندي؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو العدل، ولأنه هو العدل فقد قضى العدل على عباده سبحانه وتعالى. ليس عندي إجابة من العلوم الاجتماعية ولا من التجارب المعملية ولا كذا على قضية العدل. العدل هو مفهوم عقدي عندي وليس مفهوما يعني مصطنعا إنسانيا مجتمعيا. طيب لماذا الله سبحانه وتعالى هو العدل؟ والله هذا اسم من أسمائه. لماذا؟ لا أعرف، لا أدري. نقف هنا، نقف على أسماء الله سبحانه وتعالى، نقف على القضايا العقدية، ولا نستطيع أن نصل إلى أبعد من ذلك. لكن سؤال لماذا للإشارة مشروع، ولماذا القانون مشروع، ولماذا القيمة، قيمة المساواة هذه، قيمة السلامة مشروع، ولماذا العدل مشروع. هذه الأسئلة المشروعة تعلمنا وتعلم الأطفال أن يسأل وأن تسأل لماذا. هذا سؤال لماذا يفتح لنا ما يسمى بالتفكير النقدي. ومقاصد الشريعة هذه من أهم آليات التفكير النقدي ومن أهم مكونات المشروع الثقافي الإسلامي المعاصر الذي يمكن أن يفتح الباب للتجديد والتغيير. لماذا يفتح لي باب النقد؟ لماذا القانون؟ لسلامة الناس. فإذا تعارض القانون مع سلامة الناس كان القانون باطلا وكان القانون عليه ملاحظات. طيب لماذا الإشارة؟ الإشارة للتوافق مع القانون. فإذا تعارضت الإشارة مع المصلحة المرجوة، يعني مثلا إذا كنت سائقا لسيارة إسعاف وكان معي مريضا بالقلب عنده سكتة قلبية، هل أقف على الإشارة؟ لا، أتجاوز الإشارة. لماذا؟ لأن الإشارة هدفها سلامة الناس والحفاظ على أرواح الناس، ولكن تجاوز الإشارة في هذه الحالة هو المطلوب، هو الفرض، بل إنه يحرم شرعا وقانونا أن أقف أمام الإشارة ومعي مريض يموت في السيارة. لماذا؟ لأني أفهم حكمة الإشارة ومعنى الإشارة ومعنى القانون. وهذه الأسئلة لماذا تخرجنا من العلامات والشكليات والإشارات والكلمات إلى المعاني والغايات والمقاصد والأهداف، تخرجنا من مستوى القواعد والألوان والخطوط إلى مستوى القوانين واللوائح
والتنظيم، ومن مستوى القوانين واللوائح إلى مستوى القيم والفلسفة والمبادئ التي بنيت عليها هذه القوانين، ومن مستوى المبادئ والقيم إلى مستوى العقائد والثوابت والأفكار المسبقة والقناعات المسبقة بالعدل والحكمة وغيرها، تخرجنا من مستوى الجزئيات إلى مستوى الكليات. وهذا التفكير لماذا يفتح هذه الأبواب؟ أحياناً كثيرة لا يسأل الشباب لماذا، ويأخذون الأشياء كما هي واللوائح كما هي دون أن نسأل لماذا. وسؤال لماذا هذا هو بداية النقد وبداية التغيير. الفكرة الثانية أن المقاصد هي الكليات التي تحكم على الجزئيات، ودعوني أشرح هذا، اسمحوا لي. قضية أن هناك في الشريعة الإسلامية كليات وجزئيات، وأنه لا يجوز للجزئيات أن تتعارض مع الكليات، في كلام الشاطبي وإمام مهم من أئمة هذا العلم، علم مقاصد الشريعة، يقول الجزئيات لا يجوز أن تعود على الكليات بالبطلان. ما معنى هذا الكلام؟ مثال، نأخذ مثالا للكليات من كلام ابن القيم رحمه الله، وهو من أئمة الإسلام الكبار ومن أعلام الإسلام في تاريخ الإسلام الطويل، حين وصف الشريعة بمجموعة من الكليات فقال: الشريعة عدل كلها ورحمة كلها وحكمة كلها ومصلحة كلها. كليات عدل ورحمة وحكمة ومصلحة. ثم بنى على هذا التفكير في الكليات شيئا فقال: فكل مسألة، أي كل رأي، كل فتوى، كل مسألة خرجت بالشريعة عن العدل إلى الجور، وعن الحكمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الرحمة إلى ضدها، فليست من الشريعة. فابن القيم هنا يضع الكليات معياراً للحكم على صحة الجزئيات، بل أضاف شيئاً فقال: فكل مسألة خرجت بالشريعة عن العدل إلى الجور فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل. أي أنه قد يكون هناك إنسان ينسب إلى الشريعة شيئاً بتأويل لآية من كتاب ربنا أو حديث من سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وهذا التأويل يخرج الشريعة عن كونها تستهدف العدل إلى كونها تستهدف الظلم، أو من كونها تستهدف المصلحة إلى كونها تتجاوز إلى إحداث المفسدة. هل الشريعة تحدث مفسدة أو تحدث ظلما؟ لا، الفقه يمكن أن يحدث مفسدة أو يحدث ظلما، وهناك فارق مهم بين الشريعة والفقه. هذا ما يتحدث عنه ابن القيم. المقاصد تحكم على الفقه من الصواب إلى الخطأ، والفقه يمكن أن يكون صوابا ويمكن أن يكون خطأ. كل إمام من أئمة الفقه في تاريخنا قال: رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب، لأنه يجتهد. نتحدث عن مسائل اجتهادية طبعا، وليس عن مسائل الأعلام المعروفة، وسنتحدث إن شاء الله عن الفارق بين الثوابت والمتغيرات. لا نتحدث عن الثوابت، نتحدث عن الاجتهاد في بعض المتغيرات أو بعض المسائل. هذا الاجتهاد يمكن أن يكون صوابا ويمكن أن يكون خطأ. الفقه قد يخطئ وقد يصيب، والفقه قد يصيب في سياق ما ويخطئ إذا كان نفس الفقه في سياق آخر، أو في زمان آخر، أو في مكان آخر، أو في ظروف أخرى. ابن القيم تحت يعني هذا الكلام الذي كتبه عنونا فصل في تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص والنيات والعوائد. يقول: الفتوى قد تقع في زمان، لكن نفس الفتوى لا تنطبق في زمان آخر. الفتوى في زمان الحرب غير الفتوى في زمان السلم، الفتوى في زمان المجاعة غير الفتوى في زمان الرخاء، والمكان، الفتوى في الحجاز غير الفتوى في مصر، غير الفتوى في أمريكا، غير الفتوى في أفريقيا، لأن المكان يؤثر في السياق الذي تنطبق فيه الفتوى، والذي يقع فيه الفقه والذي يبنى فيه الفكر، لأن الفكر الإسلامي حتى في عمومه له
مساقات وله مساحات مشتركة بين المسلمين، وله مساحات هي في سياقاتها، في السياق الأوروبي، في السياق الصيني، في السياق العربي، هذه سياقات مهمة. والأشخاص، الفتوى للمرأة تختلف أحياناً عن الفتوى للرجل في بعض المسائل، للطفل غير الكبير، للمريض غير الصحيح، للغني غير الفقير. والأشخاص والنيات، الفتوى في نية كان الإنسان فيها مكرهاً على فعل ما غير فتوى الإنسان ليس مكرهاً، أو فتوى أخرى الإنسان أخطأ أو نسي، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكروا عليه كما قال صلى الله عليه وسلم مثلا. والعوائد، الفتوى في سياق عادات معينة تختلف عن فتوى في سياق عادات أخرى. عادات تجارية تسمح للناس أن تعيد السلعة بعد شرائها، وعادات أخرى لا تسمح للناس بأن تعيد السلعة. عادات تسمح للناس تعني الكلمة شيئا أو تعني الهدية المعينة شيئا في التهادي بين الناس، ولا تعني هذه نفس الهدية نفس الشيء في سياق آخر من العادات الأخرى، وهكذا. وبالتالي الفارق مهم بين الفقه والشريعة، ومقاصد الشريعة وأهدافها ومعانيها ومراميها هي التي تحكم على الفقه في صوابه وخطئه، وهي التي تحكم على الفقه في تغيره مع تغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص والنيات والعوائد. هذا مهم. لماذا؟ لأن بعض الناس باسم الفقه تتحدث وكأنها تتحدث باسم الشريعة، وهو فقه، هو مجرد اجتهاد قد يصيب وقد يخطئ. لكن الإنسان أحياناً أو الفقيه أحياناً، خاصة إذا لم يكن عالماً متمكناً وكان من طلبة العلم الذين يطلبون العلم في أوائله، قد يقف فيتحدث وكأنه يتحدث باسم الشريعة، وكأن ما يقوله هو من الثوابت لا تستطيع أن تعارضه، ولا تستطيع أن يعني ترد على حجته بحجة أخرى، وإنما يقول أنت تعارض الله سبحانه وتعالى وأنت تعارض الإسلام، وهو فقط يعبر عن فقه ما قد يكون متغيراً وقد يكون خطأً أو صواباً. الخلط بين الشريعة والفقه وعدم اعتبار مقاصد الشريعة حاكماً على جزئيات الفقه ومسائله مسألة خطيرة، لأنها تؤدي في النهاية إلى التكفير والتبديع والتفسيق وأشياء ما أنزل الله بها من سلطان في المسائل المختلفة عليها التي لا إنكار فيها أصلاً. قضية أن تكون المقاصد هي الكليات التي تحكم على الجزئيات، هذه في طريقة التفكير، وهذه مهمة لاعتبار أن هذه المعاني والمرامي هي أساس الشريعة، وهي الأهداف التي أنزلت من أجلها هذه الشريعة، لا أنها هي النتائج التي تتحقق في الواقع حتى مع الفهم الخاطئ والتأويل الخاطئ والتفسير الخاطئ للشريعة. فيمكن الإنسان أن يتأول تأويلاً خاطئاً فيحقق فساداً في الواقع، ويحقق ظلماً في الواقع، ويحقق أشياء في الواقع تتعارض مع مقصودات الله سبحانه وتعالى في إنزاله لهذه الشريعة. النقطة الثالثة، وأتجاوز حتى أختصر حتى أغطي هذه النقاط العشرة. النقطة الثالثة هي أن المقاصد هي معايير لتعريف الأولويات. هذه النظريات حين درسها العلماء وقسموها، قسموا مقاصد الشريعة بين الضرورات والحاجيات والتحسينيات، هذه تقسيمة عند الإمام الغزالي مثلا، والإمام الشاطبي أخذ كلام الغزالي، الإمام الجويني قسم إلى مستويات خمسة بدلا من ثلاثة، ويعني تفصيلات عند أهل هذا العلم. الشاهد أن مقاصد الشريعة تقسم الأولويات للمصالح وللمرامي وللغايات إلى مستويات، ليس كل ما في الإسلام هو على نفس الوزان ونفس الثقل ونفس الأهمية، وإنما هناك فرائض وهناك نوافل وهناك مسائل تتعلق بضرورات النفس والحياة والعرض والعقل والدين، وهناك مسائل تتعلق بحاجيات استهلاكية ومسائل صغيرة، وهناك تحسينيات وجماليات هي مشروعة ولكنها تفاصيل صغيرة. أحياناً نتعامل مع الواقع بأولويات مختلة،
فنركز على التحسين قبل أن نركز على الضروري. وأحيانا تضيق الإمكانات، إمكانيات الوقت أو إمكانات المال أو إمكانات الجهد، هذه المصادر الثلاثة، مصدر الوقت والمال والجهد. أحيانا يضيق المال فننفق المال في التحسين ونضيع الضروري، أو يضيق الوقت فنصلي السنة ونضيع الفرض، ويضيق الجهد فنضع ساعات اليوم في مسألة حاجية تمر استهلاكية لا داعي لها، ونضيع الحياة مثلا، ونضيع الأوقات التي كان ينبغي أن تصرف في الضرورات والأولويات. قضية الأولويات تعرفها المقاصد بين الكلي والجزئي، لأن الكليات أولى من الجزئيات. الكليات كما ضربت أمثلة بقضية العدل، العدل أولى من التفاصيل الصغيرة التي يمكن أن تختلف فيها الآراء والاجتهادات، لأنه يعلو فوق، بل إن الله سبحانه وتعالى ذكره في كتابه الكريم هدفاً لإرسال الرسل وإنزال الكتب في سورة الحديد، لقد أرسل ما شاء الله، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، لا نقصد ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، الله يفتح عليه، وأنزلنا معهم الكتاب، ما شاء الله الحفاظ هنا كثر يعني جميل، وأنزلنا معهم الكتاب، سأعلو إذن بمستوى الحوار يعني ما شاء الله، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الله سبحانه وتعالى تحدث عن إرسال الرسل وإنزال الكتب حتى يقوم الناس بالقسط. ليقوم، هذه لام السببية، هذه هي لام الغاية، لام العلة إن شئتم، نتحدث عن هذا في المناقشة أكيد بين العلة والغاية. هذه اللام تدلنا على أن العدل هو هذه الكليات التي تحكم على الجزئيات، وهذه الأولويات التي هي في الحقيقة هي أولويات الشريعة. تضيع الأولويات أحياناً في النزاعات، فلا نستطيع أن نتعلم كيف نتنازع، فيتنازع الناس حول بعض الخلافات المذهبية مثلاً، وتضيع مصلحة الأمة. يتنازع الناس حول تيارات سياسية ينتمون إليها، وكل له منهج مختلف، لا أتحدث عن التيارات الفاسدة، أتحدث عن التيارات المشروعة يعني التي فعلا تأخذ مناهج للإصلاح ولخير المجتمع، ولكنها مناهج تختلف. نتنازع أحيانا على خلافات في الرأي وخلافات في النظر، وهذا التنازع يضيع المصالح الكبرى للأمة، فنتنازع حتى تقوم الحروب بين الناس، حتى يتقاتل الناس، فتضيع الحياة وهي ضرورة بسبب مسألة هي من الحاجيات أو حتى من التحسينيات، من المسائل التي ليست بأهمية الضرورات. ما هي الضرورات؟ الضرورات مسائل حياة أو موت، والعلماء قسموها إلى الدين، واختلف المصطلح، عصمة الدين، حفظ الدين، اختلفوا. على أي حال، الدين وهو أصل الدين، أصل الاعتقاد، هذه ضرورة الضرورات في الإسلام. التوحيد هو ضرورة الضرورات، لماذا؟ لأن التوحيد إذا لم يفوت الدنيا فوت الآخرة، والحياة عندنا كمسلمين هي رحلة ومعبر نعبر فيها من الدنيا إلى الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، فهي الحياة الحقيقية. وبالتالي الدين بمعنى العقيدة يأتي أولا، لكن لابد أن نحدد ما يدخل في العقيدة وما لا يدخل فيها. في الحقيقة هذه مسألة مهمة، لا يدخل في العقيدة الجدل الفلسفي الذي غالبا ما يسمى بعلم الكلام، الذي افترقت فيه الفرق الإسلامية على مسائل هي مسائل فلسفية في النهاية، يمكن للمسلم أن يعيش ويموت دون أن يدري عن الخلاف بين الأشاعرة والمعتزلة في مسألة التأويل، أو بين المعتزلة وغيرهم في مسألة يعني خلق القرآن، أو يعني يعيش المسلم ويموت ولا يفهم هذه المسألة ويموت على ملة التوحيد وعلى ملة الإسلام. القضية هو أن حفظ الدين المقصود كأولوية من أولويات الشريعة هو حفظ العقيدة الإسلامية في أصولها،
وليس في فروعها ولا في فلسفتها التي تختلف فيها الأنظار. ما هي العقيدة؟ سئل صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: ما الإيمان؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشر. إذا كان هناك خلاف حول اليوم الآخر، نعم هذه مسألة عقدية لا نستطيع أن نتنازل فيها، وهي مسألة عالية جدا في أولويات الأمة. إذا كان هناك خلاف حول قدر الله سبحانه وتعالى وخلقه لكل شيء، أو حول الرسل والأنبياء والكتب، أو حول التوحيد أو رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لا، هذه من القيم والمبادئ والثوابت الإسلامية العالية جدا. لكن يحتمل الخلاف فيما دون ذلك من التفاصيل كما قلت الفلسفية. ثم بعد حفظ الدين يأتي حفظ النفس، والنفس هي بمعنى الحياة وليس فقط النفس البشرية. أحيانا ننظر إلى حفظ النفس على أنه حفظ الإنسان فقط، رغم أن الشريعة الإسلامية حفظت أشكال الحياة بكل أشكالها. لا يحل لنا أن نقتل حيوانا إلا لمأكله، ولا يحل لنا أن نقطع شجرة إلا لغرض ومصلحة. قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، حين قتل الصحابة بعض الكلاب المسعورة في المدينة، فقال صلى الله عليه وسلم: لولا أنها أمة من الأمم لأمرتكم بقتلها، لكن لا تقتلوها. الحياة مصانة، وكما قال صلى الله عليه وسلم: من قطع سدرة، أي شجرة كبيرة عظيمة، صوب الله رأسه في النار. الحياة بأشكالها الإنسانية والحيوانية والنباتية التي نسميها اليوم بالبيئة المحيطة بنا، هذا ليس ترفا، هذه من مبادئ الإسلام، حفظ الحياة. الرؤية الغربية الفلسفية تضع الإنسان في مركز الكون، وتضع الكون دائرا حول الإنسان، بل تضع الإنسان في صراع مع الكون ومع الطبيعة حتى يبقى الإنسان. هذه رؤية فلسفية لا تنتمي إلى الإسلام. الإسلام يضع في مركز الكون خالق الكون سبحانه وتعالى، ويضع الإنسان على هذه الأرض هباء من الهباءات التي تسيح في هذا الكون. وبالتالي الحفظ الحياة كمفهوم هو مفهوم لا يتعلق بأن يكون الكون كله مخلوقا للإنسان. الكون مخلوق لحكم كثيرة، والله عز وجل فقط سخر لنا الكون. هذا التسخير هو أنه أعطى لنا سبحانه وتعالى القدرات العقلية والذهنية والبدنية حتى نستفيد من الكون، وحتى يطوع الكون لحركتنا ولتفكيرنا ولما نريد أن نشكله من آلات ومن مدن ومجتمعات وكذا. ولكن الكون لا يدور حولنا، وإنما الكون يدور حول خالقه سبحانه وتعالى، إن صح التعبير معنويا، بمعنى أن الكل يعرف الله سبحانه وتعالى ويسجد ويسبح. وبالتالي حفظ النفس يتعلق في الإسلام بحفظ الحياة، وهذا ما يأتي بعد حفظ الدين والعقيدة الأساسية. ثم يأتي بعد ذلك حفظ العقل، أي المحافظة على هذا العقل، ليس فقط من السكر ومن المخدر لا قدر الله هذه الأمور، لكن أيضا ما وراء ذلك تنمية العقل، تنمية العقل بالعلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، كما قال صلى الله عليه وسلم. التحريم للإشاعات الكاذبة والاتهام الكاذب ولترويج الأكاذيب مثلا، ولترويج الجهل والخرافة والسحر وهذه الأمور التي هي تخرج عن النطاق العقلي إلى ما وراء العقل من أشياء تعطل العقل وتؤثر في قدرة الإنسان على التفكير. والتفكير فريضة إسلامية وضرورة من ضرورات الإسلام تأتي بعد الحياة مباشرة. فإذا يعني تعارضت المصلحتان، تعارضت مصلحة الحياة مع مصلحة العقل، قدمت الحياة يعني في مكان وفيه إغاثة. مثلا ذهبنا إلى حملة إغاثية ووجدنا إشكاليات تضيع الحياة، وجدنا مثلا قتلا لا قدر الله، أو وجدنا مخدرات، أو وجدنا يعني أسلحة يتقاتل بها الناس، لابد أن نتعامل مع مسألة القتل قبل أن نتعامل مع مسألة المخدرات، قبل أن نتعامل مع القضايا التي تتعلق بالتعليم. رغم أن التعليم في منتهى الأهمية على المدى البعيد، لكن
المصلحة الآنية هي في التعامل مع مسائل القتل. أحياناً تختلط الأولويات فيكون هناك قتل شديد جداً في منطقة لا تبعد كثيراً عن مناطقنا، ونضع الوقت والجهد والمال في أشياء ليست من أولويات الإسلام، فنأثم بهذا لأننا نضيع المصادر في التحسينات والجماليات والكماليات ونهمل أهم الضرورات وهي الدين ثم النفس ثم العقل. ثم اختلف العلماء في تقسيمات، لكن نأخذ النسل، حفظ النسل. وحفظ النسل هو في المصطلح المعاصر وفي الكتابات المقاصدية المعاصرة يتعلق ليس فقط بنسل الرجل، وإنما يتعلق بالأسرة، حفظ الأسرة. الأسرة هذه قيمة من قيم الإسلام تأتي بعد العقل وبعد الدين، نعم، لكنها تأتي في الترتيب بشكل عال في قيم الإسلام. والحفاظ على هذه الأسرة من أهداف الإسلام الأساسية ومن أولويات الإسلام الأساسية التي ينبغي أن تنفق فيها الأموال وتستثمر فيها الأوقات والجهود. وقضية الأسرة هي من التوازن بين حقوق الرجال وحقوق النساء. أحياناً نفكر في الأسرة فقط من منظار الرجل ولا نفكر فيها من منظار المرأة أو منظار الطفل، والطفل له حقوق يحاسبنا الله سبحانه وتعالى على تضييعها، والمرأة لها حقوق أيضاً. وخاصة الحقيقة في ثقافتنا العربية كثيراً ما ننظر إلى الأسرة من منظور الرجل، فالرجل يأخذ القرارات والرجل يعني يفعل ما يشاء وعنده هذا يعني هذه السلطوية في التعامل مع امرأته ومع أولاده، والرجل هو الذي يحدد ماذا يدرس الأولاد وماذا يأكلون وماذا يشربون وماذا. والقضية لابد أن نفرق هنا بين التربية التي فيها التوجيه للقيم وبين أن نترك مسألة حفظ الأسرة موزعة بالعدل بين أعضاء الأسرة، ونترك القرار والاختيار والاختيارات المصيرية لأعضاء الأسرة في إطار من القيم. فنعلم الأولاد القيم، ولكن أيضا ندربهم على اتخاذ القرار ونتعامل مع مصلحة الأسرة. هذه من أهداف الشريعة الأساسية التي نغفلها أحيانا، وكأن الشريعة تخلو من الحفاظ على الأسرة، وكأنه فقط لمجرد أن الشريعة شرعت الطلاق فنجعل الأسرة ليست ذات قيمة، والطلاق يصبح مشكلة في مجتمعاتنا. ولكن الطلاق هو حل وليس مشكلة. الطلاق قد يكون مشكلة وقد يكون حلا، فإذا كان حلا فهو مشروع، لأن الله سبحانه وتعالى في شريعته الغراء هذه أباح الطلاق من أجل حل إشكاليات لا تحل إلا بهذا. لكن لا ينبغي أن يتحول الطلاق إلى مشكلة في مجتمعاتنا، والناس تتزوج دون أن تدري معنى الزواج، ودون أن يكون الرجل مسؤولاً عن أولاده، ودون أن ترعى المرأة أولادها، وتمضي الأجيال ترعاها يرعاها الخدم أو يرعاها من يرعاها، ويضيع الأولاد ويضيع الجيل الجديد من هذه الأم. قضية الأسرة. ثم حفظ العرض، والعرض يتعلق بالكرامة، ليس فقط عرضي بمعنى أهلي وحرمتي وكذا، لكن عرضي بمعنى كرامتي. والعرض ليس فقط مسألة فردية، وإنما هناك عرض للأمة هو أولى من عرض الأفراد. الإمام الطاهر بن عاشور من أئمة القرن العشرين وكان إماماً للزيتونة، كتب كتاباً مهماً اسمه مقاصد الشريعة الإسلامية، وفي كتابه هذا تحدث عن مقاصد الفرد ومقاصد الأمة، وقال إن عرض الأمة أولى من عرض الفرد، ومال الأمة أولى من مال الفرد، ونفوس الأمة أولى من نفوس الأفراد. وهذه معها من المعاني المهمة هنا أن هذه المقاصد لها بعدان، بعد فردي وبعد جماعي أممي، والبعد الأممي أهم من البعد الفردي. أحياناً نغار على أراضنا فردياً ولا نغار على عرض الأمة، ولا نغار على مال الأمة الذي يأتي تالياً، حفظ المال. وحفظ المال هو من باب حفظ الحرمات لثروة الإنسان ولما يمتلك الإنسان، ولا ينبغي لهذا المال أن يتعدى عليه، لكن ينبغي أيضاً أن ينمى المال. فالحفظ كما يقول الإمام الغزالي له جانب سلبي وجانب إيجابي. الجانب السلبي في الحماية
والحفاظ والرعاية والجانب الإيجابي إن شئتم في التنمية. هذه الضرورات هي مشروع للتنمية، تنمية المال، تنمية الكرامة والعرض وعلو النفس، تنمية الأسرة، تنمية العقل، تنمية الحياة وتنمية الدين في مجتمعاتنا. وهذه المعايير التنموية إن شئتم هي أولى من معايير التنموية العالمية التي هي تعبير عن سياسات لدول لها مصالح وتخضع لها، أحياناً نخضع لها كمؤسسات أو كحكومات أو كأمة إسلامية خاصة الأمة العربية، نخضع لمعايير التنمية التي لا تتسق مع أولويات المقاصد في تعريفها للأولويات. فمعايير التنمية المعرفية مثلاً كما يضعها البنك الدولي أو غيره من المعايير تضع من التحسينات والكماليات على هرم المعايير التنموية المعرفية، عدد الموبايلات أو هذه الجوالات لكل مواطن أو سرعة الإنترنت لكل مواطن في مجتمعات الأمية فيها غلبت على عدم الأمية حتى الأساسية. والأمية لا تدخل في معايير التنمية المعرفية، وإنما تدخل فيها معايير لا تتعلق بسياسات الشركات العالمية ومصالحها ومصالح بعض الأفراد الذين يتاجرون لهذه الشركات العالمية. وهذه مسألة مهمة تضعنا فيما يسمى بأخلاق التنمية، أخلاقيات التنمية. الشريعة بمقاصدها وبهذا الهرم من المصالح والقيم الذي يعني لا يتسع الوقت لتفصيله تضع لنا معياراً للتنمية في عالمنا الإسلامي والعربي، وتضع لنا هذه الأولويات في السياسات. لا بد أن تتعلق السياسات بحفظ الدين والنفس والعقل والعرض قبل أن تتعلق بالكماليات والتحسينيات والحاجيات. الحاجيات قالوا هي مثل التجارة ومثل الزواج ومثل الأشياء التي يحتاجها الإنسان، لكنها لا تتعلق بالحياة والموت، وهنا معيار أخف من معايير الضرورة. ثم التحسينيات والكماليات والجماليات على أهميتها وعلى اشتهار الحضارة الإسلامية بجمالها وبرعايتها للفنون ورعايتها للبعد الجمالي في الخط والبعد الجمالي في الثوب والبعد الجمالي في كل ما كان يحلم به المسلمون من مشروعات ومن مستقبل، لكن هذه الأبعاد الجمالية لا ينبغي أن تطغى على الضرورات. فلا نذهب إلى مجتمع المرأة فيه مثلا لا تقرأ ولا تكتب ولا تعرف كيف تدير بيتها ولا تطعم أولادها، ونعلمها أشياء في تنسيق الزهور أو تنسيق الكعك مما هو من التحسينيات. هذه السياسات لا تستهدف إلا يعني خدمة شركات الكعك وشركات الزهور، وإنما ينبغي أن نستهدف الضرورات. ينبغي أن نركز على ما هو من مصلحة المسلمين كحياة، ومصلحة المسلمين كعقول، ومصلحة المسلمين كأعراض وكرامات، ومصلحة المسلمين كأموال. وهذه معايير كما قلت تدخل في القرارات الفردية والقرارات الأسرية والمجتمعية والعائلية، وتدخل في قرارات المجتمع، وتدخل في سياسات الدول. هذه الفكرة الثالثة التي تتعلق بالأولويات. وتأتي أسئلة كثيرة في بلاد شتى، يعني مبتلى بالسفر في بلاد الدنيا، فأستعجب من أسئلة المسلمين وخاصة الشباب في المسائل الصغيرة التي لا تضر ولا تنفع، والتي إذا عاش الإنسان ومات ولم يسأل عنها لا لن يتأثر. ونترك القضايا الكبيرة التي أحياناً تبعد 10 كيلومترات عن هذا المكان الذي يسأل الناس فيه في رمضان عن البخور، ولا عن لا أدري وقع شيئاً في أنفه، ماذا أفعل في صيامي وكذا، والناس على بعد 10 كيلومترات في نفس المنطقة تموت وتقتل والأمة يعني تستباح، والشباب يسألون عن التفاهات، والإجابة على هذا عندي تكون إثماً. وإنما ينبغي على الذي يسأل على الأشياء التي هي ليست من أولويات الأمة أن يصحح السؤال وأن يقول كل هذا يجوز، كل لا يهم،
وهذه التفاصيل ما دمت تصوم لله سبحانه وتعالى وتصلي كما هو مجمع عليه في هذه الأمة، قضايا الإجماع في هذا تكفي في هذه التعبديات والعبادات، وأتحدث عن هذا. ولا ينبغي للشباب أن يتورط حيثما ذهبنا نسأل عن الخل ونسأل عن يعني سبحان الله أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، وتضيع طاقات وجهود هذه الأمة في أشياء هي ليست من الأولويات، والإنسان يعيش ويموت ولا تضره ولا تنفعه. النقطة الرابعة هي أن المقاصد هي الوسيلة للتفريق بين الوسائل المتغيرة والأهداف الثابتة. القضية أننا أحيانا نقف على الوسيلة ولا ننظر إلى الغاية، ولا نفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التفرقة بين الوسائل، ما كان منه صلى الله عليه وسلم على سبيل الوسيلة وما كان منه صلى الله عليه وسلم على سبيل الغاية. هذه مسألة مهمة حتى نحسن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لأن محمدا اتباعه قد يكون أحيانا بالشكل وقد يكون أحيانا بالمعنى، وقد يكون المعنى أولى من الشكل والغاية أولى من الحركة التي تأخذ شكلا معينا ولونا معينا. هناك وسائل اتبعها صلى الله عليه وسلم في حياته ليست من ثوابت الشريعة ولا من أركانها، وإنما هي وسائل متغيرة. مثلا في قضايا التي تعلقت بالطب في حياته صلى الله عليه وسلم، من الكي آخر الدواء الكي كما قال صلى الله عليه وسلم، أو الحجامة والفصد، أو مثلا ما كان من ما اشتهر عند العرب من حبوب، أو اشتهر عندهم من وصفات. يعني هذه المسائل وسائل وليست من أحكام الشريعة، وإنما هي كانت منه صلى الله عليه وسلم على سبيل الوسيلة. فإذا وصلنا إلى وسائل أنجع للتعامل مع الجروح أو التعامل مع الصداع أو التعامل مع الأمراض والأدواء المختلفة، فيكون الوسيلة أولى بالاتباع. وبعض الناس يصر على وسيلة معينة وهي مجرد وسيلة، ما كان منه صلى الله عليه وسلم مما يسمى في علوم السنة بسنن الهدي، ما كان منه على سبيل جبلته وبشريته صلى الله عليه وسلم، يحب كذا ويكره كذا، يحب المسك، يحب القرع صلى الله عليه وسلم، يحب لحم الكتف، يحب أشياء هي ليست يعني إذا اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم محبا له ومقلدا فأنت مأجور، لكن هذه ليست من مكونات الشريعة التي هي لكل زمان ومكان ولا لكل مسلم. وإنما ينبغي هنا أن نفرق في خاصة في هذا العصر بين الوسائل والأهداف والثوابت. لماذا؟ لأن الإسلام أيها الإخوة لم يعد للعرب فقط، بل إن العرب هم الأقلية في هذا الزمان، العرب 17-18% من المسلمين، بقية المسلمين لهم ثقافات ولهم أزياء ولهم أشكال مختلفة. أحكام العورات مثلا هذه من الثوابت العبادية، لأنها تتعلق بالأخلاق وتتعلق بالعفة وتتعلق بالنظرة الإسلامية لما ينبغي أن يلبس المرأة تلبس المرأة ويلبس الرجل. أما ما دون العورات من ملابس ومن أشياء هي من سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم على سبيل الوسيلة وليست على سبيل الغاية. ولا ينبغي أن نغلق عقولنا فنعرف لباسا إسلاميا مثلا ثابتا ثوبا أو عمامة أو أشياء هي كانت منه صلى الله عليه وسلم كما يلبس الناس في عصره صلى الله عليه وسلم. يعني ماذا لبس أبو جهل وأبو لهب؟ يعني لبسوا عمامة ولبسوا إزارا ولبسوا. وبالتالي ينبغي أن نضع الوسائل التي كانت منه صلى الله عليه وسلم على سبيل الوسائل في مكانها، حتى نستطيع أن نفكر في الإسلام في الواقع المعاصر وندعو له دعوة سليمة. ما كان منه صلى الله عليه وسلم على سبيل الوسائل السياسية، يعني قرارات، قسم الجيش صلى الله عليه وسلم إلى ميمنة وميسرة، عقد المعاهدات في عدد من السنين بشروط معينة. هذه الشروط لا تلزم في هذا العصر، وإنما تلزم المعاني والمرامي والغايات. يلزم أنه صلى الله عليه وسلم حارب تارة وهادن تارة وعاهد تارة وقاتل تارة صلى الله عليه وسلم، هذا ما يلزمنا. أما الشروط والمعاهدات
ومسألة يعني الجزية ومسألة يعني تقسيم الغنائم ومسألة أنه صلى الله عليه وسلم أخذ يعني أسرى فاستعبد. هذه كلها من قضايا السياسة ومن قضايا التي هي من الوسائل التي تتغير مع تغير الزمان، ولا ينبغي لإن شئتم الأجندة الإسلامية أو الأهداف الإسلامية للحركات الإسلامية أو الأحزاب أو الأفكار أن تستهدف هذه المتغيرات، وإنما ينبغي أن تعلو فوق هذا المستوى من التفكير إلى مستويات التفكير في غايات سياساته صلى الله عليه وسلم التي كان يستهدف بها مصالح الناس وتحقيق العدل، ويعني صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فيستهدف السد للفجوة بين الأغنياء جدا والفقراء الذين يهلكون، وبين يعني الضعاف وأصحاب السلطان وأصحاب المناصب وأصحاب الزعامة. هو صلى الله عليه وسلم في حياته السياسية، وهذا جانب مهم في فكرنا الإسلامي وفي حركتنا الإسلامية، كان يستهدف صلى الله عليه وسلم أهداف وغايات ومعان معينة، هذه هي الثوابت، وإنما الوسائل التي اتبعها هو صلى الله عليه وسلم هي مجرد أمثلة لنا حتى نقتدي بها في بحثنا عن هذه القيم. وهو صلى الله عليه وسلم أيضا كقاض تعامل مع قضايا القضاء بوسائل معينة، وسائل للإثبات أو وسائل لاستكناه الحق من هذا على ذاك ومن ذاك على هذا، هذه كلها منه صلى الله عليه وسلم على سبيل الاجتهاد في قضايا القضاء وليست على سبيل التثبيت. والمقام يعجز فيه عن التفصيل، لكن فقط ألقي بعض العناوين. القضية الخامسة ولعلي يعني نأخذ بها راحة حتى نذهب إلى النقاط الخمسة الأخرى، هي قضية أن الذرائع كما تسد لدرء المفاسد تفتح لتحقيق المقاصد، وهذه مسألة مهمة، لأن سد الذريعة وقطع الطريق إلى المفاسد هي من التفكير الإسلامي الأصيل، وعليها أدلة كثيرة من كتاب ربنا ومن سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة ولولا أن قومك حديث عهد بجاهلية وغير ذلك. فهذا التفكير الذرائع الذي يسد ذريعة معينة نظرا للخوف من مفسدة معينة، هذا تفكير مشروع ومهم، لكن هذا التفكير ينبغي أن يتوازن مع تفكير يفتح الذريعة نفسها لتحقيق مقاصد هي عكس هذه المفاسد. التفكير الإسلامي ليس تفكيرا تشاؤميا فقط سلبيا ينظر إلى المفاسد ويريد أن يسدها، وإنما هو تفكير إيجابي ينظر إلى المصالح والمقاصد وينبغي له أن يفتحها. وهذا مهم خاصة في قضايا المرأة في عالمنا الإسلامي وخاصة في عالمنا العربي. المرأة في عالمنا العربي نتعامل معها أول ما نتعامل في قضية سد الذرائع، فنمنع المرأة من العمل ومن القيادة للمؤسسات والشركات والهيئات والسيارات أحياناً، ومن أشياء هي ما أنزل الله بها من سلطان، من باب أننا نسد الذريعة على الفساد والفتنة، رغم أن الذريعة في أغلب هذه المسائل ينبغي أن تفتح بدلاً من أن تسد، ينبغي أن تيسر السبل التي بها تذهب المرأة إلى مكان تعليمها وإلى مكان عملها وإلى زيارة أهلها وإلى إحقاق الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بدلاً من أن لا تمكن المرأة من المشاركة في المجتمع، نضيق على المرأة أن تذهب إلى المسجد بدلاً من أن نشجعها أن تذهب إلى المسجد، ونضع العقبات ونؤول أحاديث من سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم نخرجها عن سياقها كقصة أم حميد وغيرها، لا أريد أن أدخل في التفاصيل، حتى نمنع المرأة من أن تذهب إلى المسجد، رغم أن المرأة ينبغي أن نفتح لها هذا الباب بدلا من أن نسده، حتى تذهب إلى المسجد فتصلي. صحابيات الرسول صلى الله عليه وسلم كنا يصلين في مسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم من الفجر إلى العشاء، وعمر ومعروف غيرته
رضي الله عنه أراد أن يمنع زوجته، فقالت: ما يمنعك أن تمنعني؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. هذا هو الفهم الذي لا يسد ذريعة فيمنع فريضة، ويغلق بابا من أبواب الخير، هو باب من أوسع أبواب الخير في هذه الأمة، أن تذهب المرأة إلى المسجد فتصلي أو تتعلم علما أو تصادق أختا في الله سبحانه وتعالى. ونتعامل مع هذه القضية كمثال، وقضايا كثيرة من قضايا المرأة من باب السد قبل أن نفكر في الفتح، رغم أن السد هو لمنع المفاسد والفتح هو لتحقيق المقاصد. وينبغي لهذه المقاصد، مقاصد التعليم ومقاصد فعل الخير ومقاصد الاشتراك في المجتمع ومقاصد الشورى ومقاصد أخرى كثيرة هي من المقاصد الاجتماعية والسياسية المهمة في الإسلام، نغلقها على المرأة من باب أننا نريد أن نمنع الفتنة، فنمنع المرأة من المسجد ونفتح لها كل أبواب المفاسد في الأندية، لا تمنع من ناد ولا تمنع من مقهى ولا تمنع من سينما ولا تمنع من أي شيء قد يختلط فيه المفسدة مع المصلحة، ولا تمنع إلا من المسجد. ونمنع من المرأة أن تسافر في طلب العلم أو في الاجتهاد من أجل بناء مستقبل علمي أو وظيفي أو مهني، ولا نمنعها أن تسافر لتضيع المال في بعض السياحة أو بعض الأشياء. فهذا من الخلل في عدم التوازن بين السد والفتح، والتفكير المقاصد هو تفكير يفتح الذرائع كما يسدها، ويفكر في الإيجابيات كما يفكر في السلبيات. هذه النقاط الخمسة أختم بها قبل الراحة التي يعني طلبها الأستاذ في هذه المحاضرة، وتحدثت فيها عن مقاصد الشريعة كمنهج مهم لتغيير طريقة التفكير عند المثقف المعاصر الذي نريد أن نكونه. سؤال لماذا، وأهمية السؤال لماذا. الكليات تحكم على الجزئيات، ولا يجوز للجزئيات أن تعود على الكليات بالبطلان، ولا يجوز للفقه أن يتجاوز العدل والرحمة والحكمة والمصلحة، وأن المقاصد هي معايير الأولويات للفرد والمجتمع، ومعايير التنمية الحقيقية ومعايير الخير الحقيقي في أمتنا، وأن المقاصد هي للتفريق بين الوسائل المتغيرة والأهداف الثابتة ولو كانت من سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم وهذا أولى، وأن المقاصد توازن بين سد الذرائع لفتحها، سد الذرائع لدرء المفاسد، وفتحها لتحقيق المصالح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ونعود إن شاء الله.